صار تلاسن بعد التعادل غاني. معناها كورة غريبة، كورة غريبة، كورة ميتة كوينة في هذا المونديال الافريقي. كورات الحقيقة عجيبة وغريبة. غانا براتيكمون ديما مركتنا بهذه الطريقة الحقيقة، ديما بطريقة عجيبة. هدف التعادل بدوي، شوف الحارس ما نجمش يرجع لها والكورة في الشبكة والتعادل غاني. في ماتش مات انتهى وفاه. نرجعوا نركزوا توا على نصف ساعة مازالت في المباراة. حاجة مهمة جدا تشوي، هي يشوي الهدف نتاع البدوي ضد مرماه يشوي، لكن الشيء اللي نحب نقوله انه راهو مش التغيير اللي غلط، توقيت التغيير. تغيير متميز لأنه خنيسي عمل مباراة متميزة جدا دفاعيا هجوميا، حارب على كل كرة. توقيت التغيير، أنت لازم تحط نفسك أنه مازال معناها وقت طويل، خليه التغيير هذاك الأخير اللي عندك في الدقيقتين الأخرانيين من وقت بدل الضائع. يعني قبل ما تنتهي المباراة هو عمل التغيير تقريبا في دقيقة 89 دقيقة 90، لا بدري شوية، ما عادش عندك تغيير. لازمك تحط سيناريو في بالك أنه منتخب غانا ممكن يسجل لك هدف في أي وقت من الأوقات، وهذاك اللي صار. معناها حاول تتأخر شوية نوعا ما، لكن معناها مردود المنتخب مرضي جدا في هذا الشوط الثاني. الشيء اللي قلناه أنه سعود معناها كشريدة في الجهة اليمين جاء الهدف عن طريق سعود كشريدة، تغييرات كانت لبس بها كانت متميزة. وهبي الخزري أعطانا اللمسة الفنية اللي كانت نقصتنا، التحرك أكثر معناها في الجهة اليمنى. يوسف والخنيسي كان ممتاز طوال ممتاز جدا، أفضل لاعب في المباراة على جميع المستوى، أفضل لاعب هشام، أفضل لاعب مدافع رقم واحد أفضل في تونس. كان يضغط، كان يحاول كرات بالراس مع قامة لاعبي المنتخب الغاني واللياقة البدنية المنتخب الغاني. الخنيسي يأخذ في كرات بالراس و... لا أفضل لاعب حقيقة في مباراة اليوم على مستوى الضغط، على مستوى طلب الكرة، على مستوى لاحظ في القائم دائما يقطع في القائم الأول، ضرب كرة على العارضة. الشوط الثاني كان جيد وساعدنا في ذلك أن خروجنا في الشوط الأول بنتيجة التعادل. أوزو مرة أخرى، أوزو الخطير والكرة ترجع المنتخب الغاني، صعبة جدا والتسديدة والحارس. شوف الكرة هنا من الأول عاودها له ولا امشي شوف على اليمين زاد كان وجدي. شوف الكرة، شوف الكرة اللي ضاعت. يلا الأولاد، يلا الأولاد، يلا غيلان غيلان غيلان، حط الكرة لوهبي الخزري. وهبي الخزري شريله شريله يا وهبي، امشي وحدك وهبي الخزري. والتسديدة والحارس، برافو الأولاد، كرة ممتازة من الخزري، ممتازة جدا من وهبي الخزري. إن شاء الله ربي يكتب لنا نكملوا في التورنوا، لأن المنتخب التونسي اليوم البيك بتاع الفورمة ظهرت. المساكني وطوى الخزري اللي طمنا. كورة ممتازة من وهبي الخزري، قنبلة. كورة رد بالك بالراس والحارس. معز حسن. ملعبة طويلة، حذاري هذه الكرات الطويلة، حذاري المحطة من شوت ومرت سليمة. ثاني يعمل ديفياسيون. شوف الكورة من جانا سموا. يعطي الكرة لجوردان أيوب. هاد جوردان ضيع المباراة على غانا. مش ممكن. هذه ربي حبنا فيها الحقيقة. هذه متاع جوردان. جوردان 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 حط الكرة. والتسديد والحارس. والحارس. حابب يخرج يعني رافض 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 التبديل. صعب صعب جدا هذا الموقف. وأنه مفروض يتماثل لقرارات المدرب. قلنا وأنه يؤسفني جدا وأنه المنتخب التونسي يصل إلى ركلات الترجيح لأنه كان قريب من الربع النهائي. يؤسفني أيضا وأنه المنتخب التونسي يدوب دخل في التظاهرة في الشوط الثاني، دخل كما يجب في كأس أمم أفريقيا ومتفوق إلى حد خمسة دقائق. أعتقد أن المنتخب التونسي لم يكن محظوظ، إن شاء الله يكون محظوظ في ضربات الجزاء. تبديل اللي قام به جيريس والبدوي يسجل هدف ضد مرماه، ثم الهدف يعني يأتي في الوقت بدل الضايع. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون محظوظ في ضربات الجزاء ويكون فيه التركيز. و الحارس فاروق بن مصطفى الذي دخل يعطي الإضافة، ف إن شاء الله كل هذا يكون موجود بالنسبة للمنتخب التونسي، لأن المنتخب التونسي اليوم يستحق الترشح. الكرة الأولى للمنتخب الغاني، مبارك وكاسو. يمشي لاعب ديبورتيفو لاماش. مبارك وكاسو يتقدم ونسى والكرة تدخل خسارة. ولكن باهي باش تدخل فاروق في الطرح.
خسارة. اللمسة الأولى كانت قريبة، غانا عديت خسرتها الأولى. يا فاروق، يا فاروق، يا فاروق، أوفوري. الركلة الأولى النعيم، يتقدم نعيم من السليتي يحطها إليه، هدف التعادل لتونس 1-1. نتنفسه ويرجع الضغط على غانا. جوردان أيو، والكورة ممتازة جدا من جوردان. أترك عنا الشانس، فاروق يظهر خير من أوفوري. 2-2، يد واحدة الأولاد. 2-2، الضربة الثالثة، الكرة الثالثة، يتقدم وين حياله، وين حياله، شد فاروق، شد فاروق بالمصطفى على إيكوبان. 2-2، ما عملنا شيء، أسبقية لا أكثر ولا أقل معنوية. فاروق بن مصطفى، يا رب. باه يا معز، باه يا معز، هذه هي روح الجروب، هذه هي سبري الوطن والمجموعة. وتقدم ديلان، ديلان ليه؟ 3-2 تونس، ما عادش أسبقية معنوية ولا أسبقية كروية. 3-2 غانا. يمشي بالكرة، اوه 3-3 3-3. ياسين مريح، ريحنا يا مريح، ريحنا يا مريح. 4-3 تونس، يا يشدها فاروق ونرتاح ونفرحوا، يا نقعدوا للخامسة نعملوا على ولدنا. يا سينا، 4-3 مرياح. واللقطة السابقة اللي معز يدعي داخلة قلبك العسل، 4-3 يا ولاد بلادي. يلا فاروق، يلا فاروق، مشالها فاروق وعادلت غانا 4-4. والكرة الخامسة لتونس، 4-4. ركز يا الفر، 13 مليون كلب واحد لسان واحد يا الفر، تخيل فرحتهم يا الفر، ربي معاك يا الفر. فرجاني، فرجاني، إيلي إيلي إيلي. غانا برا، غانا برا، الخضرة والخضر في دور الثمانية. يا رب يا رب، تونس للربع النهائي. مبروك لبلادنا، مبروك لرجالنا، مبروك يا الخضرة. قلت لكم في البرولونغاسيون، حسان الكيبسي في 98 مركب في 90 ولكن خسرنا بلديات. اليوم غانا عدت في 90 وشويتنا، ولكن كويناهم، شويناهم، قهرناهم، خرجناهم بركلات الترجيح 5-4. مبروك لتونس، مبروك لتونس، جايينك يا دوب الأحمد. تونس مدغشقر في ربع نهائي كان 5-4. أي شخصية، أي رجولية، أي جرحة وكريتة تونسية. 5-5، لا ريسة حرحر، لا ريسة حرحر، والله لا يحقر لك رجال يا بلادي. 5 تونس 4 غانا، فرحة للصباح اليوم. مبروك تونس، مبروك تونس، هارد لك وكاسو. والنجوم السوداء لغانا، خلاص بعد ساعتين و48 دقيقة أصدي للستار على مباراة البطولة، على إثارة البطولة، على نقطة البطولة، على صعود البطولة. بطولة إفريقيا تبدأ الليلة عند 11 إلا 10 دقائق بتوقيتك يا الخضراء. مبروك لتونس، مبروك لتونس. القصراوي يعني جازب بكاريره، وخرج معز المتألق ودخل فاروق، وفاروق جابها. فاروق يا عدوكا، فاروق يا عدوكا، فاروق يا عدوكا. مبروك هشام،
مبروك نبيل، مبروك حاتم، مبروك رفيق، خاوة خاوة للفينال المغاربي، تونس تزير. الآن نعود لهشام الخلسي، يسيبوني خلنا نفرح يا الأولاد. هذه هي التوزيعة، منتخب الغاني يركز برشا على هذه الكرات وقيمة ثابتة لهداف غانا التاريخي جانا ساموا. غانا اللي عرفت مهاجمين كبار أشهرهم طبعا في التسعينات الكوبرا أنطوني يبوا.